جودة الرعاية الصحية ممكن يعني رعاية صحية يعني عنوان واسع أو شغلة خاصة شغلة خاصة نعم ممكن بس هم أيضا هات اللي تحت العنوان الرعاية الصحية نعم الفكرة بالدول المتقدمة وين استثمرت فلوسها بموضوع اساسي اللي هو اللقاحات الميونيزيشن اضف الى ذلك انه وجود الانتي بايوتيك بكميه كبيره ويسر يعني سهوله الوصول اليه الانتي بايوتيك هو المضاد الحيوي وعندنا نفس الوقت ميونيزيشن بنظام التلقيح عشان الشغله الثالثه الهيجين اللي هو اسمه نظام الإصحاح البيئي. شو نظام الإصحاح البيئي؟ الإصحاح البيئي ببساطة سبارتك تعرف وين توديها ومجاريك تعرف وين تسوي. هذه الشغلات الثلاثة اللي يتم استثمارها بالعالم الثالث. وما يكش تعرف شو الشغل. احنا بدنا ثلاث شغلات. الإصحاح البيئي ما ينظيف السويد سيستم مجاري المجاري نعم صار صحيح شباب صار موضوع التليفون
يعني اذا جاء تليفون كل عنده محاضره مثلا صح يعني على العجايات على باراسايت باراسايت وفايلي تذكرون الرياضيات المتوالية العددية والمتوالية الهندسية؟
اي يعني 2 في 2 توصل 4 4 في 4 16 لا هذا متوالي بسيط يعني 2 في 4 8 16 32 وكل وحده تبدا تتكاثر بهاي الطريقه فعمليه التكاثر هنا راح تكون سريعه طيب اذا صار تكاثر شو راح يكون عندنا رده الفعل جهاز المناعه هو اللي راح يستفيد من عمليه التكاثر فإذا كان عندنا جهاز مناعي قوي يقطع عليه، إذا كان عندنا جهاز مناعي ضعيف شباب عقد التليفون في الدكتور طيب هذا بسرعة بسرعة فهنا هي الفكرة يعني هي عبارة عن معركة الانفكشن هو عبارة عن معركة في المعارك عادة من تصير قوية المعارك شو راح يصير؟ اول انتراكشن للمعركه ايش راح تصير؟ ايش راح فيبر الفيبر ليش يصير؟ ليش؟ يعني شنو الهدف من عندك؟ سيل كلينج اهم شغله بال اسمه بالفيبر انت يعني وحده من اهم الامور اللي تتحلى بالبكتيريا بالمايكروبيانزم انه يوفر لها الجو المناسب للتكاثر. اهم موضوع بالجو المناسب للتكاثر هو الحراره. فاذا صعد الجسم حرارته راح يقتل البكتيريا او الفيروسات. هاي اهم نقطه. لذلك مرات احنا مو صحيح انه نحط الاطفال تحت الحراره. صار عنده سخونه. بس نقدر على شغلتين انتي بايتك وخاف الحراره مو صحيح لان هي الحراره اصلا هو رب العالمين مخلي الحراره مخلي الحراره حتى تحافظ على ترى ال هذا اللي بعدين صفر اللي يطلع بعد يسقط حقه انه يسوي الحراره هي اول خلينا نقول اول الدفاع واللي هي مع الغلس والطالع والغلس ايضا واحده من تاثيرات الخلايا تاثيرات المايكرو اورجانيزم لا ما مشهور واحده من اهم النقاط المتعلقه عملية الاقتحام الجسدي invasion of microorganism يصير cell killing قتل الخلايا يقتل الخلايا المكانات اللي موجودة فيه ابرز مصدر هاي الكلمة يجوز انتم شايفينه بس ما حاسين او ما تعرفوا اللي هو الجراحة قص القص هو عبارة عن خلايا مقتولة أضف إلى ذلك الخلايا المناعية. يعني المغص هو عبارة عن مثلا سقط النار صار عنده جرح صار عنده التهاب، إذا بكتيريا صار عنده التهاب صار عنده جراحة، جراحة شنو هي؟ هي خلايا ميتة من جسمي بسبب اقتحام الفيروس أو البكتيريا. أضف إلى ذلك هي عبارة عن خلايا مناعية الواي بي سي. دخلت سوت هاي المشكلة. زين. السورس أوف انفكشن مصدر العدوى، مصدر العدوى يا اما يجيك من برا يا اما يجيك داخل. شوفوا شباب اكو احنا عندنا نقطة مهمة لازم نستوعبها. ماكو مكان في جسمك ما في بكتيريا. تعرفون هاي النقطة ولا لا؟ اي نعم. شو يسموها هذه؟ بكتيريا نافعة ولا البكتيريا؟ نافعة بالانجليزي؟ نورمال فلور، اسمها فلور. نورمال فلور. هاي النافعة مرات تجي بينا تلقى ناقصة شلون يصير؟ إذا تغير مكانها أو ضعفت المناعة تتحول إلى بكتيريا هاي مشكلة فهاي وحدة من المصادر وحدة من مصادر الانفكشن هو السايد زين وحدة من المصادر هو الخارجي يجي مثل ما قلنا من الحيوان يجي من الجو الملوث يجي من المكان الملوث وهكذا هاي يعني المصادر الاخرى للانفكشن
الموتور ترانسميشن اكو عندنا اكثر من ثلاثه، يا اما اندوجينوس انفكشن داخلي، يا اما اير بورد كورونا. هي شنو اير بورد؟ بيجينا من الهواء. البكتيريا او الفيروس التنفسيه تجينا من برا من الهواء، اوكي، فيسموها اير بورد، اوكي، او يسمونها بيكو اورا. البيكو اورا يعني هي تلوث الاكل بالبراز. بس هيك شو تلوث الاكل؟ يعني علف الحيوان او خلينا نقول السماد العضوي ويستخدم، فهذا ينعقد الفراغ والتسريب راح يسوي لنا التهابات. بكتابون ديزيز يعني سلمنا يا اما انه يكون يا اما انه يكون عن طريق الهواء، يا اما يكون عن طريق الحيوان، يا اما يكون بكتر بول، يا اما يكون عن طريق الحشرات. الحشرات تعني البرادة؟ البرادة لا المرادة المرادة نعرف الوايت بي سي على الفيروس او البكتيريا اللي نعرف اياها، فيصير ادى بالمخزون بالذاكره مالته هذا الفيروس، فمن يجي من جديد تعرف هاي. النماعة هو عبارة عن خلينا نقول تشغيل عفوا للنظام
تطلعها وتلقين نظام مناعي خاص. يعني احنا عندنا المناعه شغله بطريقه خاصه. هاي الطريقه الخاصه من خلالها نعرفها على شكل الفيروس بحيث انه يولد الانتي بودي المتعلقه بالانتي بودي. شو هي؟ مضادات. اول ما يدخل الفيروس هذا شكل يبتدي هذا شكل تعزيز للمناعه وليس تقوير. تعزيز نعزز المناعه شنو معنى؟ يعني انا عندي المناعه تشتغل خلينا نقول بالكلور الاحتياطي خلينا نقول بيكون بثلاث خطوط. زين؟ فهاي الثلاث خطوط شو نسوي؟ نضيف لها بعد خطين اضافيين. هاي الخطين الاضافيين يصير مجموع كل الخطوط خمسه كهرباء. ساعد المعجز بتوفير المفردات الحماية الشخصية.
هذا الموضوع يعني موضوع مهم جدا لحماية الناس العاملين. كثير من العاملين حاليا بالقطاع الصحي يلفون العدوى من المستشفى نفسه، من قلة الأمن العائلي أو القلة النفسية. واحدة من المشاكل بالتقدير أصلا ما لازم يشوفه. نعم، 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 نع